أهلا وسهلا أصدقائي، حياكم في قناتي. التجذير جميل وأسهل طريقة إن إحنا نكثر النباتات اللي تعيش في بيتنا. خلاص إحنا عرفنا إن هذه النباتات تعيش عندي في البيت، شريت مرة وشريت ثنتين وشريت ثلاث وكثرت نباتات وصار عندي مجموعة كبيرة من النباتات، كلهم عاشوا كلهم استقروا كلهم صارت حالتهم ممتازة عندي في البيت. انا هذه لما رحت شريتها، نشوفها هذه نبتة الفيلودندرون، لما شريتها صراحة ما كان سعرها بسيط يعني، بس عاشت وكبرت وصارت جميلة وقامت تصير طويلة، هي متسلقة صارت تطول وصارت تكبر وصارت جميلة جدا. قمت وقصيتها، انا مو كل مرة ان انا اروح اشتري نبتة بهذاك السعر. يعني انا مثلا اروح لما اروح جوله يكون حاطه في بالي مبلغ معين، عندي التزامات، عندي حياتي، عندي كل شيء، عندي بيتي، عندي صح، بس عندي اني انا يعني اروح اغير شويه واشتري نباتات، فمو معقوله الفلوس كلها اللي عندي اروح بهذاك اليوم اقطها حق النباتات، لان انا عندي باقي الشهر وعندي باقي التزامات وعندي صح ولا لا. فلما انا اروح حق المشتل يكون عندي ميزانيه معينه، خلينا نقول فرضا 40 دينار مثلا 40 دينار، انا اليوم حاطه ببالي 40 دينار بروح اصرف فيها اشتري نباتات وملتزماتها من مغذي من غيره وهذا حمايه وهذاك 40 دينار. رحت انا اشوف هذه بسعر خلينا نقول 25، كم بقى من ال 40؟ بشتري مغذي، ابي حوضين، خلصت الـ40 اوكي. فانا خذيتها وجبتها ويلا قلت يلا هالـ40 هالمره راحت على هذه النبته مع شويه اغراض اساسيات حق النباتات. الشهر اللي وراء او الشهر اللي عقب شهرين هذا عندي نفسها الميزانيه ما تغير 40 دينار، رحت شريت ام دينارين ام نص دينار ام 4 دنانير ام 5 دنانير ام 7 دنانير ويت بهالكثر نباتات، طرست السيارة فل نباتات بـ40 دينار. لكن لما رحت شريت هذه طيرت لي الـ40 دينار. فأنا هني شنو أسوي؟ هذا منها كبرت وعاشت وصارت حلوة، ليش أروح أخذ واحدة ثانية؟ أقوم أجذر أشوف وين إن هي قاعد تكبر 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 بطرف النمو، أقوم أقصة وأجذر وهي تعيش، هي تكبر، هي تحب جو بيتي، هي ما عندها مانع في جو بيتي، ليش أدفع مرة ثانية 25 أو 26 دينار؟ ليش؟ وأنا حابتها وأبيها، أبي أحطها بأكثر من مكان عندي. فأجذر، جذرت وطلعت وطلعت جذور، وهذه مو أول مرة عندي تقريبا هني بهالمكان بهذه الطوفه في نبتتين منها، وهني بهذا الرف في منها ثنتين، بالطوفه اللي ورا منك فيها ثنتين، وعلى الستاند هذا مال النباتات اللي فيه نباتات لان اربع طوف هناك في كم وحده؟ في ثلاث ومثبتتهم على الستاند مال هذا مثبتتها وقاعده تتسلق وتروح. محتاجه بعد بدون لا أروح أشتري بهذاك المبلغ، شريتها مرة واحدة والباقي كله أنا جبته من عند واحدة نبتة واحدة كثرت فيه، مو كل سعر أدفع مبلغ وقدره. نشوف بعد هذه النبتة أصدقائي، هذه أول ما طلعت بالسوق أول ما الناس قامت تعرفها كان سعرها يخرب سواء كبيرة خوب الكبيرة بعد أكثر وأكثر، بس النباتات الصغيرة كان سعرها خرب، يعني مو 40 دينار أكثر، يعني حتى ما أقدر أشتري نبتة واحدة وأقول يلا، لا كان سعرها وايد. نطرت سكت، قلت له أنا أحب النباتات، مو ما أحب النباتات، أحب أروح أتسوق، بس عندي ميزانية مو مستعدة اقط ميزانيتي كلها بمالت هالشهر، يعني ميزانية النباتات على بهالشهر على نبتة واحدة ويي اروح اروح طالعة طاقة سلف ورايحة درب وهذا نبتة واحدة وياية خلصت ميزانيتي مالت النباتات.
ما احب اسوي شيء لغايه الحين ما سويت. يعني انا ممكن اشتري نبتتين، ممكن اشتري اي اوكي، اما واحده بالميزانيه مالت النباتات لا، ما ادري. ما يعني انا احب النباتات بس مو هالكثر، يعني اكون حريصه يعني. فهذه والحمد لله هذه تجدير، هذه الله يسلمكم رحت في جوله وخذيتها من ضمن المجموعة. هذا لما شفتها حاطها على الأرض وقاعد يتعامل معاها كأنها بوتس، كأنها ديفنباخية. قلت هذه؟ كان يقول لي هذه بسعر، كان يقول قلت جيبها بسرعة، جيبها لا تغير رأيك. خذيتها أنا، ما يعني أنا من حبي لها ومن خوفي عليها كنت حاطتها يمي بالسيت اللي يمي بالسيارة، هالكثر أنا ما أخذتها وياي. شلتها شوي شوي وحطيتها وانا شايلتها، طبعا خو بعد بنزل السياره شايلتها وقاعد امشي فيها، ولا اشوف هذا الطرف من فوق كذي قاعد يلعب. لا وصلتها للبيت قلت لها يلا اوكي، خليك مستغرب، امورك كلها طيبه تمام، شنو هذا اللي قاعد يتحرك شي؟ قاعده طالعه ولا مو مثبت على العصايه مالت التثبيت، ما شاء الله يعني نمو وزياده وقاعد يتحرك كذي على كيفه. قلت كان قصة، قلت لها أنا شريت واحدة طلعت لي هذه وياها. يعني الحين أنا الحمد لله شريت بعد الرخص، ما شريت بوقت اللي هي أول ما طلعت والسعر كان نار، ما شريت بذاك الوقت، شريت بوقت الرخص. يعني صارت لي الحمد لله مثل ما يقولون يعني بيعة حلوة، بس ما راح أكررها، ما راح يمكن ألاقيها مرة ثانية. فقصيت جذرت وما راح اروح اشتري نبتة بسعر غالي مرة ثانية. نشوف بعد نبتة الفراشة، هذا تجدير رقم 3 الام موجودة والثانية موجودة، الحين هذه الحفيدة كذلك يمكن الاقيها يمكن ما الاقيها، بعدين يمكن اكو احد يطلبها مني، يمكن احد يقول لي ها بكم تبيعين، راح تكون عندي او حس او سبحان الله حق الظروف. وهذا انا الحمد لله عندي، ونشوفها بعد قاعده تزهر وجميله وما عندها مانع، ومن داخل بعد فيها تزهير. وهذه كانت بالاساس 4 ورقات، الحين نشوفهم ما شاء الله صاروا وش كثر، وما له داعي اروح اشتري. انا رحت جوله ووريتكم قلت لكم شوفوا شوفوا موجوده بهذا المحل، لكن انا خلاص ما راح اشتري، عندي الحمد لله وعرفت شلون اجذر وطلعت طريقه سهله وبسيطه والحمد لله، ما راح اروح اشتري مره ثانيه. ويكثر تكثر الحديقه عندي، الحديقه عندي فل. خلينا نشوف بعد. هني اصدقائي توني تكلمت عن هذه، بس انا بوريكم نبته ثانيه انا حطيتهم مع بعض بنفس التجدير. هذه الرافدفوره، صراحه انا الرافدفوره ما تعيش عندي، فانا مضطر اني انا اجذر لين ان هي تتاقلم وتعيش عندي. اقعد انطر متى فيكم وحده تتاقلم وتعيش ببيتي؟ ماني عارفه. فكل الرافدفورة اللي موجودين عندي كلهم وضعهم ضعيف، اغلبهم يعيشون في الماء ما يعيشون في التربه عندي، فحطتها تجدير علشان سبحان الله ان يصير فيها شيء ولا شياتين انا يكون عندي ستاند باي او عندي احتياط او عندي شيء ان ما اخسر النبته، لان انا يعني اذا النبته احبها وشي ما احب اخسرها، دائما احب اجذرها حق الطوارئ حق سبحان الله. فعندي هذه نبته الرافدفوره جميله حلوه حق ان سبحان الله لا صار شيء موجود عندي. رجل البطة، رجل البطة، يا رجل البطة، رجل البطة هم كذا. يعني أنا حاطة أكثر من نبتة مع بعض، ما بيحط قلاصات وايد خلاص. وبعدين لاحظت إن إذا حطيت مجموعة يصير النمو أفضل، فمشي قمت عادي بقلاص واحد أحط أكثر من نوع يعيشون يساعدون بعض وكل شيء. هذه خلاص أنا ما قمت أشتري نهائي نهائي ما أشتري، لأن سهلة التجدير وبسرعة تكبر وقاعدة تمد. أنا قاعدة تصير عندي حاطتها بحوض على الطرف هني، في هني في رف حاطتها ومادت لها انا بنص الصاله نص غرفه الطعام ماده خيط، فهي قامت تمشي خلاص قاعده تصير مشايه يعني قاعده تمشي. اي نعم هذه، فقصيت منها وايد، كثرت منها وايد، خلاص صار عندي وايد وماني حابه اني انا اكثر، عندي وايد احواض منها. إيه
وايد 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 صار عندي وايد، يعني اللي خلاص الحين اي وحده تنكسر انا ما اقص وما ينكسرون يطيحون، ف اي وحده تنقص وتطيح خلاص الحين من عقب هالفيديو اي وحده منهم راح تنقص وتطيح راح اقطها، ما ابي خلاص. فعندي وايد، عندي باك اب وايد، عندي احتياط وايد، عندي تجدير وايد، عندي احجام وايد، عندي انواع وايد. هذا واحد من الانواع، وهذا التجدير مانستيرا، وهذا التجدير هذه هي، وهذا تجدير اقلونيما. الحين ما طلع ورقه، بلى انا ماسكتها من الورقه، ورقتها صغيره انا ماسكتها من الورقه، خلينا نشوف نطلعها. نفس القصة، عندي وايد أجلونيما، عندي وايد هذا، بس هذا يعني الساق كان ما أدري شنو فيه، وين الكاميرا مني، الساق ما أدري شنو كان فيه، ما حبيت إني أنا أقطها، قلت جميلة ما يخالف إن شاء الله بعدين لما تصير جميلة وتشوفون. أنا ما أحب أغير الماي، هذا يمكن أنا راح أغيره بعدين، مو أغيره، مجرد إن أنا أزيده ماي أخليه يوصل لها، أشيلهم واترس الجلاس ماي واوزع الماي على النبتات الثانيين واغسل الجلاس واحط لها ماي نظيف واردهم مره ثانيه. لهالمرحله انا ما اغير كل اسبوع، كل ما انا اغير لما يتغير، انا ابدل انا اعطيها ماي لما يتغير لون الماي. خلاص، هذه اللوكاسيا سيلفر دراجون، قاعد احاول اني انا انقذها، نشوفها شلون صايره. قاعد اطلع ورقه، قاعد اطلع ورقه هني، قاعد اطلع، وانا قاعد احاول اقلل الماي وهي قاعد تنزل. قلل الماي، طلعت ورقه بالماي، كيفك على راحتك، بس انا قاعد اخلي كميه الماي قليله علشان ما ابي هذا يخترب، لكن هو مطلع من تحت على راحته. قبل لا تخترب وتطيح مره واحده كان فيها هذيل البيبيات ملوتها، خذيته ساعدته نقذته لين طلع ورقه الحمد لله. يعني هذا طلع عندي قبل لا ان هي الام يصير فيها شيء، كان هي تجدير سهل، وهذا مو سهل، تجدير سهل سهل بلا، مجرد الدرنات ناخذ البيبيات ناخذهم نغسلهم عن التربة عدل ونحطهم بكلينكس. عندي حالة خليني اجيب لكم اياها، هني عندي هذه البيبيات ملوت، تشوفوا كم واحدة عندي الألوكاسيا، على كثر ما أحاول أنقذهم دائما يصير فيهم كذي. يعني الألوكاسيا ودها تعيش ما ودها تعيش، عيالها يعيشون هي ما تعيش، السالفة ماني فاهمة. فأنا حاطتهم في علبة مسكرة، العلبة المسكرة هذه مالت سلطة زين، غسلتها نظفتها حطيت فيها شوية كلينكس، حطيت كلينكس عادي وحطيت فيها قليل من الماء، ومسكرة مسكرة مسكرة ما فيها هواء، وحطيت البيبيات داخل. البيبيات نلقاهم في الأم لما نبدل لها التربة، لما نطلعها من التربة هذا نشوف إن فيها بيبيات. خلنا نطلع واحد، كاهو طلعته من الكلينكس، متمسك بالكلينكس وايد. فهذا هو لما نفتح التربة مالت الألوكاس، شو اسمش انتيا؟ إيه ألوكاسيا. لما نفتح التربة راح نلاقي هذيلا تحتها صغار صغار، انتبهوا لا تقطونهم. هذا اللي بدل لا نروح نشتري الألوكاسيا وما ادري كم سعرها وما ادري شنو، نلاقي هذيل البيبيات، هذا هو البني، يكون طبعا فاضي بدون اي شيء. فانا اقسلهم عدل عن التربه واحطهم كذي بكلينكس، خلي الكلينكس رطب واحطهم هم لانهم بشكل مثلث زين، فخلي البوز تحت واحاول ان اخلي يعني مهما بشكل مثلث، فالقاعدة هذه هي اللي تكون فوق المثلث، يكون هو اللي موجود بالكلينكس، والكلينكس رطب. وأسكر لهم هذا كذي، شوفوا عندي داخل عندي كم 7 حبات داخل، 7 الحمد لله كلهم طلعوا ورق وطلعوا جذور، وراح يصيرون ألوكاسيا بعدين. عاد ما أدري شنو هم الأنواع، لازم إن تفتح الورقة وتكبر علشان اقدر اعرف شنو هي، هذه جذور وهذه الورقه قاعد تطلع. هنا انا اذيتهم شويه، كانوا هم نايمين مغطيهم بالكلينكس متغطين متلحفين ما يخالف. وكذي هذا انا ليش انا سويت من قبل ونجحت الفكره من كذي، كررت اسكرها كذي، هو اللي خلالي هي نفس الفكرة هي اللي سوت لي هذا، هذا طلع من نفس الفكرة اللي توم ساعة. هذه الألوكاسيا،
وطبعا كلكم تعرفون قصة هذه اللي أنا سويت لها فيديو وقلت لكم نبتة ماتت نبتة ماتت، فالحين هي ما شاء الله قاعدة تطلع مرة ثانية، قاعدة تفتح معاها ورقة جديدة واللون الوردي قاعد يطلع، بس ما أشوف يعني هي طلعت أوراق جديدة، تبطلت الأوراق الجديدة لكن ما أشوف جذور جديدة، يعني مجرد الجذور الهوائية اللي فيها هم اللي قاعدين يصيرون قويين، هم اللي خلوها تفتح كل هذيله الأوراق، لكن ما طلعت جذور، لا وهو تعتبر تجذير وإنقاذ، وبنفس الشيء إن مرة ثانية أنا ما راح أشتري منها مرة ثانية صراحة. فإذا عاشت هذه وكل شيء تمام ما راح أكررها. جميلة حلوة هذه فلاندرن، ما أدري شنو اسمها، اللي هي فيها بينك وهي لونها أسود، قلت لكم انا شريت منها وايد وكلهم يموتون، كل ما اشتري واحده لازم تموت، هذا هذا هذه الوحيده اللي يوم مني انقذتها عاشت واستانست وطلعت لي هذه الالوان الورديه الجميله. شوفوا تجذير الفراشه، هي بالماي كاهي بطل ماي حطتها، نشوف الفراشه، قلت لكم عندي تجذير، مسوي تجذير منها وايد، وهذه الورقه خلاص ما نزعل هاي بعدها اوكي، بس ما اقدر اسحبها، محتاجه انها اغير لها مايها، انا ما اغير ماي الا لما يتغير لونه، ما اصب بزياده، ما اغير الا لما هم يتغير لون الماي مالهم، يلا ان انا اغير وشوف النمو والجمال وكل شيء، وما راح اشتري مره ثانيه، صار عندي وايد خلاص يا مشاتل، ما راح ما راح اشتري خلاص. عندي الحمد لله حديقه كبيره وكلها مو شريتهم، اغلبهم تجذير وانقاذ، تجذير تجذير تجذير. ايه البيس ليلي خلاص ما راح اشتري مره ثانيه، بس الحمد لله هذه تجذير طلعتها من امها، جذرت وكثرت وكبرت، كان بيبي واحد هذا ترس المكان، لان هي تطلع من الاجناب اللي كبرت تطلع عيالها من على جنب، فما شاء الله هذا انا مصورتها من يومين هذا موجود، وامس قاعده اقول يا ربي سبحان الله الحمد لله رب العالمين، فطلعت لي مو ورده، طلعت لي وردتين، وملاحظه ان هذه الورده هذه الشراء قاعد يقط بذور ملوته، قاعد ينثر كذي، قاعد ينثر، نشوف 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 هذا الطبقة البيضاء، هذا البودر منه قاعد يطلع يطيح مني على هذيلا، فعادي اوكي يعني هذا ما ادري اوكي، بس ان الحمد لله قاعد يطلع لي واحد ثاني جميلة جدا، وهي بهذا المانج، هذه تجذير امها موجودة ويدتها موجودة، الاهل كلهم موجودين. شنو بعد عندي تجذير اصدقائي، التجذير حلو، التجذير يونس، سينغونيوم، نشوف السنغونيوم الجميلة في الماي، هذه تعيش على طول في الماي، لأن أنا خايفة إن هي تخترب إذا في التربة، فحطتها في الماي تجذير وأكثر إن هي تكون أجمل. شنو بعد؟ وكذلك أصدقائي عندي نبتة الليبستيك، الأم ما عاشت، بس نشوف إن البنت انا عندي كانوا ساقين، الساق الاول في واحد منهم مات وهذا الثاني اللي بقى، فالحمد لله يعني اوكي انا انقذتك وجذرتك وهذا، لكن اعطيتيني فكره ان انا ما اشتري مره ثانيه، جميله الليبستيك لكن ما تعيش عندي، يعني حاولت اكثر من مره، حتى خذيت المبرقشه، في المبرقشه تصير خضراء لكن من ورا يصير فيها الوان وايد، يعني ماكو فايده، ماكو يعني طاحت تعبت، كانت يعني خساره. فالحمد لله نشوف هذه ساق واحد، نشوفه كاهو، هذا هو ساق واحد، وهو اللي مطلع واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا أطول واحد وتزهر، أمها ما كانت كذي ولا خالتها هذي ما طلعت شيء، هذه الإنقاذ هي اللي عاشت عندي وجميلة وخلاص أوكي، تبي تعيشين تبي تكملين حياتك عندي راح تكونين بهذا الشكل، إلا لما أشوف إن هي
يعني وصلت مرحلة ان هي خلاص ديش الساعة ممكن ان انقلها حق حوض اكبر، لكن تجربة وحيدة ما راح اكررها. وكذلك عندي تجدير جلد النمر، عندي تجدير سبايدر، عندي تجدير وايد تجدير، بيتي متروس الحمد لله نباتات كلها تجدير، عندي اساسيات ماخذه منهم اللي اشوفها تعيش عندي، اجذر اللي اشوفها تعيش عندي اكثر منها. فالحمد لله بيتي انترس كله حديقه، جذرت المانستيرا، جذرت البلاب، البوتوس، الفيلودندرن، العنكبوت، السنسيفيريا، جذرت ميرانتا، جذر الحمد لله. فصار عندي مجموعة كبيرة من النباتات الحمد لله، أدري أنهم يعيشون في جو بيتي، وأدري أنهم يكثرون عندي في البيت، ما عندي معهم مشكلة، اللي تصير معاها مشكلة خلاص ما أكررها، والباقي الحمد لله كلهم ممتازين. ومن شي صارت عندي حديقة كبيرة، اللي يقولوا لي ترى أنت عندك نباتات وايد، عندك نباتات وايد، فعلا لأن أنا عندي نباتات وايد، لأن مو كلهم شاريتهم، وايد جذرت وايد كثرت، قصيت وجذرت، والحمد لله كلهم مرتاحين ومستانسين. أتمنى لكم متابعة ممتعة، ويوم سعيد، باي.